بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في قناتكم قناة التمريض والطب، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات. النهاردة هنتكلم عن موضوع أملاح البول، هنقول أنواع الأملاح والأسباب والأعراض وطرق العلاج. اولا طبعا احنا يهمنا جدا ان المريض يحلل البول علشان نشوف نوع الاملاح اللي عنده، لان كل نوع املاح بتظهر في البول لها علاج او لها فوار مختلف عن الاملاح الاخرى. بالنسبة لانواع املاح البول، عندنا 3 انواع من املاح البول، والأنواع دي أنواع أساسية، في أنواع أخرى بس نادرة، ولكن أهم 3 أنواع من أملاح البول هي أملاح الأكزالات وأملاح اليورات وأملاح الفوسفات. إيه الأسباب اللي بتؤدي إلى ارتفاع نسبة الأملاح في البول؟ نمرة 1، تناول الطماطم بكثرة، فالطماطم من أكثر الخضروات أو بالأصح هي فاكهة، فهي من أكثر الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من الأملاح. الإكثار منها بيزود نسبة حمض اليوريك في الجسم، وهو ما يصيب الجسم بالخلل. 2، عدم شرب كميات كافية من الماء. و3، تناول الفاكهة التي بتمتاز بخصائص حمضية زي البرتقال والليمون واليوسفي والمانجا. تناول اللحم والبروتينات الحيوانية والنباتية بكثرة، ودي بتؤدي إلى ارتفاع نسبة الأملاح في الجسم، وإضافة كميات كبيرة من الملح إلى الطعام أو الحبوب، كثرة أكل الحبوب التي تسبب ترسيب الأملاح في البول، والأطعمة التي تحتوي على دهون عالية أيضا بتزيد نسبة حمض اليوريك في الجسم، ومن المفضل استبدالها بأطعمة قليلة الدهون والسعرات الحرارية. طب ايه الأعراض اللي المريض بيحس بيها؟ أولا بيحس بشعور بألم في منطقة الكلى وأسفل الظهر، وخصوصا من الجانب الأيمن، أو بيحس بوجود حرقة في البول أثناء عملية التبول، وممكن بيحس بألم متقطع في أسفل البطن قرب المثانة. بالنسبة لطرق العلاج، طبعا احنا بنفضل الأول ان احنا نقول على الطرق الطبيعية اللي بتخلص الجسم من الأملاح الزايدة. والطرق دي أولا بنعمل لازم ننصح المريض ان هو يشرب كمية كبيرة جدا من المية حتى يصبح لون البول أبيض وشفاف مثل لون الماء، يعني في على الأقل يشرب 2.5 أو 3 لتر مية في اليوم، لأن المية بيعمل على إزالة الترسبات الموجودة في الجسم وتطهيره والتخلص من الأملاح الزايدة. بننصح المريض يشرب المشروبات المدرة للبول مثل الحمضيات زي عصير الليمون والبرتقال والفراولة والجريب فروت والأناناس والفواكه والخضروات في النظام الغذائي، وشرب المشروبات العشبية مثل منقوع اليانسون أو منقوع الكركديه أو مشروب القرفة ومشروب النعناع. ممارسة الرياضة والمشي، حيث أن الحركة بتزيد من التعرق والذي يؤدي إلى شرب المزيد من المياه. الحرص على تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم مثل الموز. تناول الأعشاب اللي بتزود نسبة البوتاسيوم في الجسم وتحارب الأملاح مثل بذور الشمر والهندباء والبقدونس، ويتناول معها الخضروات الورقية الخضراء مثل الجرجير والشبت والكزبرة. بالنسبة بقى للعلاج الدوائي، أولا لو كان المريض حل البول وظهر فيه نتيجة البول أملاح وزلات، فده هنديله فوار بيحتوي على سترات المغنيسيوم التي بتجعل الوسط قلوي مثل
ستروسيد مغنيسيوم فوار او ايبيماج فوار او زينوماج فوار. طريقة الاستعمال هنديله كيس يضاف على نصف كوب ماء بعد الاكل 3 مرات. ثانيا، لو كان الاملاح اللي ظهرت في البول املاح يورات، ودي املاح بتترسب في الوسط الحمضي للبول، لذلك تعالج بجعل الوسط قلوي لإذابة الفلات ومنع تكوين الحصوات. بنديله فوار بيحتوي على مادة الخلين والكولشيسين والبرازين، بتجعل الوسط بتاع البول قلوي مثل يورو سولفين فوار أو يور إيد فوار يوري كول بلس فوار. وطبعا الفورات السابقة ديت ممكن احنا بنستخدمها في علاج حالات النقرس والحصوات. في فورات تانية بتجعل الوسط البول قلوي زي اليوري كول فوار والكولي يورينال فوار والرينال اس فوار، دول بيستخدموا برضك في حالات لما بيكون البول فيه املاح اليورات. في فوار البروكسامول ده بيحتوي على خلاصة أوراق الحلفبار والبيبرازين والهيكسامين، والحلفبار بيحتوي على مادة البروكساديول الذي بيعمل على توسعة الحالب وزيادة حركة العضلات الملساء للحالب مما يسهل طرد الحصوات. ثالثا، لو كان الاملاح اللي موجوده في تحليل البول املاح فوسفات، ودي املاح تترسب في الوسط القلوي للبول، لذلك تعالج بجعل الوسط حامضي لاذابه الكريستالات ومنع تكوين الحصوات باستخدام الادويه التي تزيد من حامضيه البول مثل فيتامين سي. ده بنستخدم له فوار سيفارول اقراص او فيتاسيد سي فوار. طبعا بنعيد ونكرر تاني وبنقول ان شرب الماء على الاقل 3 لتر ماء يوميا في الصيف، ده في حد ذاته علاج مفيد جدا وامن جدا لإزالة الاملاح المترسبة في الجسم. والى اللقاء في فيديوهات قادمة. نشكركم لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.